الدارتس؟ <applause> تعال بس لا ما انت هتخم تعال من الاول ايه؟ طب بس اسيب دي بقى علشان الموضوع اه علشان نجري اللا. ماشي؟ ماشي بص ممكن نعمل وثبة عالية وثبة عالية نبدأ بدي يلا نبدأ بدي ثلاثة ات... <applause> أول لا عيب إيه <applause> عليك يا معلم عيب <applause> عليك يا معلم انا اول جيزة اصلا فرامي الجلة اي كلام طب هنعمل ايه بقى؟ بص يا معلم انسى خالص ان انا كسبتك في الماراثون وحاولت اعوض انت <applause> بتسخر طب... والله بتسخر يا عم أهن... طب يعني... عوضها أك... بقى في الدارتس يلا ماشي امسك طب مين هيحسب؟ انت هتحسب؟ انا اللي احسب طبعا انا هنا الميقات الوحيد عندك بقى بص الدايره الكبيره دي اوكي اي مربع فيها اضرب الرقم اللي هتقف عنده في ثلاثه مبروك الدايره الصغ... في اثنين اللي بره في اثنين الصغيره في ثلاثه المناخير ب 100 وريني شجاعتك يا بطل جاهز ونشف كده ماشي 15 17 3 هتقع نحسبها دي ولا ما تحسبش طبعا بجد؟ ايوه طبعا وقعت يا ابن اللعيبه 100 دي فين دي؟ ضيف ثلاثة؟ لا لا إيه؟ سبعت عشر؟ 17 17 طب عيد دي عيدها؟ لا خلاص استنى بس 152 لا يا راجل وحياة ربنا طب ده ايه؟ يعني لا عيد؟ لا مش هتعيد أحمد أنا بشكرك جدا وحياة ربنا على وجودك معايا النهاردة حبيبي ربنا يخليك آه يعني ضيف دمك خفيف وبغض النظر عن أنت فاشل في الدرس لا يعني بغض النظر عن ده ضيف خفيف راجل موهوب وسبع صنايع وحرامي وبتسرق الاف حاسبه <applause> انا سعيد جدا انك كنت موجود معانا النهارده ووعدنا ان انت تبقى موجود معانا قريب جدا ايوه بصي مش هناكل اه نخلص بس اقفل الحلقه وانا جاي طعم ايه اوكي عايز كان ها اعزائي المشاهدين الى هنا تنتهي حلقه اليوم ضيفنا المميز احمد فهمي الى ان نلقاكم قاضي آه بالعافيه يلا